في سؤال من محمد الوسام يقول على الهاشتاج لو سمحت بود رسالة سمير عثمان عن لقطة استمرار اللعب بدون إزالة أو إبعاد المقذوفات اللي في الملعب. بص، طالما انها مش مؤذيه او مش هتاثر على سلامه اللاعبين يبقى خلاص. والدليل على كده اما الكاميرا جت على اللقطه بتاعه ازاز الميه الفارغه البلاستيك اللي كانت مرميه، الكره كانت الناحيه الثانيه، بس لو الكره طبعا راحت لناحيتها كان اكيد حكم المباراه هيوقف المباراه لسبب بسيط لسلامه اللاعبين، زي ما احنا شايفين كانت الناحيه الثانيه اللي عند حارس مرمى النصر، والحاجات دي برده مش بتبقى يعني مؤثره، انما لو شاف فيها تاثير يأذي اللعيبة طبعا كان هيوقف المباراة. والدليل على كده اما اترمت على مساعد الحكم رقم 2 خاف على زميله ووقف المباراة، حتى تلاقيه واقف جنبه. طب شوف اللقطة هذه معاي وللزملاء ايضا، لقطة نقاش كابتن حمد الله مع الحكم، هي اعتقد كان النقاش الوحيد، يعني حاول اول مرة بس لقى الحكم مختلف. عارف ليه بقى؟ هقول لك ليه. اللعيبة المحترفة اللي عندهم خبرات جدا بيمتحنوا الحكم في بداية المباراة مع اي، يعني اللعيب بالذكي بيعمل بيشوف الحكم هل هيسمع كلامه ولا لا، تمام، بيعمل له اختبارات. انما طبعا كابتن حمد الله طبعا لعيب محترف في كل حاجه، انما لقى الحكم ده من بدايه المباراه وفي نص المباراه ونهايه المباراه هو الاسلوب ماشي بمعيار واحد، يعني الفاول اللي بيحسبه هنا هو اللي بيحسبه هنا، الانذار اللي هنا هو برضه الانذار الناحيه الثانيه.